انا عامل مع الفارق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناه الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في طيبه مدينه سطات، واللي ما عرفاش كاينه في المملكه المغربيه الخيرات والروال الجاليه المغربيه والناس مال المدن الكبرى بالمملكه المغربيه. وكل مشاهد قناه الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. عيالات رجاله بنات ولاد بتاريخ 6/4/2024. هاد السي احمد هنايا شيوات كيما تشوفوا، هاد الخيرات هاد السي احمد هنايا جميع الالوان الشيوات زوينين، وديما ديما تيكون هاد السي احمد هنايا. غادي نعرفوا الاثمنه، غادي نعرفوا الاثمنه حيت هاد الخيرات نوريو للحباب تونا. هذا عبد الحق ياك تيتهلا الحوت زين، حوت مليح كلشي مليح. تبارك مليح، تبارك الله على السي احمد وصافي. كما قلنا للحباب تونا تبارك الله، تبارك الله على السي احمد. هذاك الشيء من هضر اش بيه حوته هذيك بعد اسمها لاباطي. اخويا السي احمد راه محيح في اليوتيوب. لا عزيز علينا وراجل قريبه قريبه قريبه. ركي كسرع عمي كسرع عمي كتقول لنا الله يعمر هذا هاي السي احمد. السي احمد الله يعمر عزيز اللي قالنا وما عرفتها. السي احمد ايه احنا راه صحابنا صاحبنا 25 عام. تبارك الله تبارك الله. عامنا وسعيدين. ايه منين ما كان الا ما تقولش انا تنحيوا الحبات هنا من طنجة الكويرة في القرى او في البلدية او في المدن الصغرى ولا الكبرى في المملكة المغربية. كما قلنا الحباب تونا غادي يكون في الفطر يكون السبت والخميس والثلاث ورمضان ديما ثلاث ايام. ثلاث ايام برا 25 عام وانا يلاه بادي لا لا تيكون عنده شي ما نهضروش شي حاجه اللي رفيع ممتازة تنوريو لجميع المشاهدين قناة الزيتون مرجان في المكان الحباب تونا. سيد القرفي ورينا سي احمد ما مسالم ورينا هذا من جهه السبطه هذه من رايس. الله يحفظك السي رضوان. هذا مرحبا مرحبا من الناس ديال البلاد. بغيتي تصورك مرحبا مرحبا. هذا السي رضوان خو سي احمد وهذا الصديق تاعو مرحبا. وما تنساش تدخل قناه زيتوني مرجان 30 عام ياك. مرحبا السي رضوان. السي رضوان راه خو سي احمد كما تشوفوا وفر القروفي كاينه كاينه. واسي واسي غنقول لك شحال فيها خويا. هذاك الشيء ما نهضروش عليه شي حاجه اللي رفيعه تتبان. جميع الالوان عندو الوان بزاف عندو وشي حاجه اللي زوينه شي حاجه اللي زوينه بزاف عند السي احمد معروف هنايا. دوروا لي سي زيتوني. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. تدورني نخلوه معاك. ودوز حدا خالك تفضل. هذه الرايه تفضل اسيدي. مرحبا نصورك هنا. مرحبا مرحبا بسيدي. الله يرحمه سي مرتشومه. ايه مرحبا. التدوي على راسك. تعرف الاثمنه ولا مرحبا. الرايه 40 درهم السي احمد. الرايه 40 درهم. 30 درهم. حتى 30 درهم. قرب 70 درهم. قرب 70 درهم. 30 درهم. قرقع. هذاك الشيء حي. مليح. ديما عدوى غير الحي. كما قلنا الحباب تونا رمضان كل نهار والثلاث والخميس والسبت. والحد. والحد حتى هو. مرحبا. فاش يفطر الحد في الفطور. وهذا قلنا طون ولا شنو؟ ميلو. ميلو. ميلو شحال داير؟ 40 درهم. 40 درهم. وهذا اللي حدا ميلو هذا الهبره. السباط شحال داير هذا السباط؟ ثمنه مزيان. كيري 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 كيري.
100 درهم هذا القرفي 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 100 درهم هذا تيكون 150 درهم 150 درهم 120 درهم ياك هو رخاص في الحوت حنا كنحاربوا الغلاس الزيتون تبارك الله عليك واش هيوا زوين وهذيك الميرنا اش دايره ميرنا 60 درهم 60 درهم مراجع شنو اللي تراجع اليوم عندكم كلشي راجع كل موجود مع العواشر الحمد لله الخير موجود مع العواشر تيقول لنا السي احمد هنايا في شطيبه مدينه سطات راه درافات معروف هنا شي حاجه زوينه وهذا الكروفيط او القيمر 80 درهم 80 درهم تا هو ما نهضروش عليه هذا الباسامال كالامار ما كاينش هذا الباسامال 50 درهم 50 درهم 50 درهم وهذا شنو سيبيا شحال دايره هاد السيبيا صايب الحاجه حوت شحال السيبيا استعمل شحال قول لي شحال خليتي سالي خليتي 100 درهم حاجه لا على مسكين حوت شخصي هذا الروجي تعالوا لي من الروجي الروجي ما تصايبها شال الدار هذه هذا تكبس عليها خليها صباح الخير انا اقول هذا الروجي شحال داير صاحبي 60 درهم اخويا الزيتون تنوري واحد الخيرات لجميع المشاهدين قناه الزيتون مرجان فين ما كانوا او كانوا داخل مدينه سطات هاد طرق هذاك السلام بحالو بحال هذا لا هاد شحال داير 90 درهم 600 درهم الشوا خالصه ليزون شوا خالصه 600 درهم هذا اسمع هاد الرز لا ديما حنا في شطيبه مدينه سطات لا هذا القرب السي زيتون اييه هاد الصول شحال داير سي احمد؟ الصول 70 درهم 70 درهم تيقول لنا سي احمد الصول 70 درهم قريبة كيدا الكريزار ما بقى لنا هذا وهذا شحال هذا؟ السيبيا 60 الذهبية 60 درهم وهذاك اللحم اللي حداها شحال فرق 70 درهم وهذا اللي انا ناس ولا تما شرغو قرقع راسو قرقع راسو عاد السي احمد سمير عاد السي احمد سمير ارمي كاساكم دي من قناة الزيتون مرجان هنا في شطيبة مدينة سطات السردين الشطون الشطون هذا الشطون هذا الشطون شو كيدير شحال داير هذا الشطون باقا حاجه واقفه واقي واقف اييه 25 درهم السي زيتون 25 درهم وهذا السردين تاع البلاد 15 درهم ديال البلاد 15 درهم 100 درهم تا هي واقفه مع ديما نقول هادو خدامين عند سي احمد هنا تنقيو الحوت الريكوس هضره ولد والخنيفره مشرف هضره خنيفره شرف لي المكان الله يعمر راس العين ياسم الله ياك عادي بالله وكل جا وحدك اشنو هذا روبيو روبيو شحال داير هذا روبيو روبيو 30 درهم وهذاك الشرد الشرد 20 درهم 20 درهم كل شيء شي حاجه زوينه شي حاجه رفيعه كما تشوفوا هنايا في طيبت الجودة والثمن مزيان تعاملوا مع كل شيء الزيتون عارفين احنا تنصوروا عرفنا شنو تنصوروا شي حاجة اللي رفيعة وممتازة وموالية هما ما نعاودوش الهضرة Thank you.